في البدايه عايزه اروح لتليفون مع اللواء العربي السروي محافظ السويس. طبعا سياده اللواء اهلا بيك، وسامعين انباء عن هجوم بالار بي جي وبقنبله على قاعده للامن المركزي او معسكر للامن المركزي، يا ريت تطلعنا على التفاصيل سياده المحافظ. مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام، وتحياتي للدكتور اسامه غزالي حرب. انا عايز اطمن بس اهالي السويس ان ما حدث منذ ساعه ونصف منذ من الان ان سياره مفخخه تم تفجيرها في الشارع الجانبي لقوات اداره امن مديريه امن السويس. الانفجار اسفر عن حفره بعمق 2 متر وحوالي عرض 3 متر، وانفجار الخط المياه الرئيسي المغذي للشارع بتاع المنطقه. ايضا تهاشمت احدى السيارات المدنيه التي لا ذنب لصاحبها، كانت موجوده في منطقه الحادث. سور قوات الامن تهشم جزئيا في مساحه حوالي 4 متر. الاصابات حوالي 10 اصابات معظمها كسور، وتم نقلها الى مستشفى السويس العام. اعتقد انه نفس السيناريو اللي بيتكرر من امبارح من هذه الجماعه الارهابيه، لكن خلينا اقول دلوقتي ان احنا بنتعامل مع الموقف بطريقه مهنيه. المعمل الجنائي بيفحص موقع الحفره وبيتم تجميع اثناء هذه السياره، مفيش اي حاله وفيات. وبدأنا نؤمن المنطقة بالكامل. طب هل في شيء آخر في السويس متعلق بمعسكر أمن مركزي تعرض لهجوم؟ لا، هو يعني عقب هذا الانفجار كان في تبادل إطلاق النار ما بين قوات الأمن المركزي داخل هذا المعسكر وبعض المجهولين الذين اعتلوا أسطح العمارات المحيطة، وتم التعامل معهم. والآن أنا بكلم حضرتك من موقع الحادث، ما فيش اي اشتباكات وبيتم تامين الموقع بالكامل. قبضتوا على حد فيهم يا سياده المحافظ؟ حتى الان لا، لكن المنطقه تحت السيطره. طيب يعني انا عايز اسال حضرتك، شايف انه نفس السيناريو بتاع مديريه امن القاهره امبارح، يعني ده بيطرح سؤال ليه ما اتخذتش اجراءات امنيه اليوم للتفادي تكرار نفس السيناريو على مديريه امن السويس؟ والله هو سؤال منطقي، بس خليني اقول لحضرتك اجابته تكمن في ان انا اسال حضرتك واقول لك، هي الانفجار ده لما حصل في موسكو ولما حصل في لندن واسبانيا وفي باريس وفي الولايات المتحده نفسها في اوكلاهوما سيتي، لما بيحصل عربيه بتتوقف لمده دقيقه وبتكون شايله الماده شديده الانفجار، ويعني موضوع ما هوش معقد، لكن هو فكر اسود مريض. لن يستطيعوا باكد لحضرتك انهم ينتصروا على الدوله المصريه. كل شعب السويس واقف وسطي معايا دلوقتي ويتحدى كل هذا الفكر المريض، وان شاء الله لن ينجح احد في فرض ارادته على الدوله المصريه التي اختارت طريقها بوضوح. شكرا جزيلا للواء العربي السروي محافظ السويس. وطبعا بنلخص اذا، يعني هجوم يكاد يكون مشابه او استنساخ لهجوم الامس على مديريه امن القاهره، هجوم على مديريه امن السويس، ايضا سياره مفخخه انفجرت هناك، حدث تحطم جزئي لسور المديريه واحتراق سياره ملاكي وحفره ايضا في الموقع زي ما حصل في مديريه امن القاهره، وانفجار ماسوره المياه الرئيسيه التي تغذي هذه المنطقه، وعشر اصابات بيكلمنا عنها محافظ السويس، كسور في اغلبها، وهناك او في اعقاب ذلك تم تبادل اطلاق النار بين المهاجمين وبين عناصر الامن، وبيقول انه لم يتم القبض على احد حتى الان. اذا هذا هو ملخص ما حدث.